يقوم على النصب التذكاري فغالة ويدل على المكان الذي وقعت فيه تلك المعركة التاريخية. تاريخ هذه المعركة 23 فبراير 1958. مبدئيا سوى اسم مكان وتاريخ تلك المعركة التاريخية، وهذا طبعا غير كافي لأخذ صورة شاملة عن تلك المعركة التاريخية. ما رأيكم لو عدنا إلى الوراء إلى أحداث ووقائع تلك المعركة التاريخية، وبالتحديد إلى عام 1958؟ وسوف نعتمد في هذه اللفتة إلى الوراء على شهادات حية لبعض الإخوة المجاهدين ما يزالون على قيد الحياة. لا الأشباكي شاركت في هذه المعركة. حمان حسين شاركت في هذه المعركة. بن عمر مسعود كنت في المعركة هذه. وضيف عمر حضرت في هذه المعركة. عمار حلاس شاركت في المعركة هذه. شاركت يا عمار. مدعو فرعون حضرت في المعركة. زعلاني محمد شاركت كذلك في هذه المعركة. محمد الأزرق كربيلا حاضر في المعركة. هادي مسعوداني شارك في المعركة هذه. عاشوا تلك المعركة إلى جانب رفاق لهم في السلاح استشهدوا في ساحة القتال من أجل حرية الجزائر وكرامتها. شهادات حية ما تزال في ذاكرتهم رغم مرور الأيام والأعوام، وهي تجسد أجمل الذكريات للبطولات الخالدة لجيش التحرير الوطني. ترى كيف جرت تلك المعركة وما هي أحداثها ومن أين تبدأ؟ ذلك ما حاولنا إبرازه من خلال هذا الشريط الذي يعود بنا إلى أيام 21، 22، 23 فبراير من عام 1958. تأملوا معنا. في 21 فبراير 1958 كانت الكتيبة الثالثة متمركزة هنا في هذا الجبل، هو جبل حدوسة، وكانت دورية جات من الحدود التونسية، كانت محملة بالأسلحة والذخائر الحربية، وكان اتجاه انتهى الدورية إلى جبل وستيلي لتتصل بمسؤول المنطقة لتلم الأسلحة، وكان احنا نفس الاتجاه الى وسيلي، ولهذا كان الاتصال ما بينا وما بين مسؤول الدورية، واتصلت الينا هذه الدورية اللي راكم تشوفوا فيها جات. كنبينا مع بعض ظل حتى العشية، والزمة تاجهنا إلى وستيلي باش نقطعوا من جبل حدوسة إلى وستيلي. كانت المسافة تقريب 45 حتى 50 كيلومتر، وهالمسافة نقطعوا على رجلينا. Thank you.
وفي هذا الدوار بالذات توقفت الكتيبة الثالثة في هذا الدوار المعروف باسم عمارة في مركز خزار. سينا في المستعمرة على الثلاث ونص رانا كونا باتروي من 5 مجاهدين باش يكشفونا طريق الراية والكروسة باش نفجعوا الوسيلي. ها وين الباتروي تاعنا وها وين باش يكشف الطريق. كتيبة السلسة خلصنا قبل الكتيبة نستشفوا الطريق بعد ما عدينا على بلايس الحساسة طريق الماشينة وطريق الكروسة إذا والمسافة طويلة الجو لقينا صافي خبرنا الكتيبة باش تفوت.
هذه الجبل بالذات كمدينا فيه الصباح كان الجو صافي ما كان والو على الوحدة ونص كانوا الطيارات العدو جاءوا كانوا يدوروا علينا منا على الواد نتاع بني فضالة ومنا على جبل سنتوف بداوا يقنبلوا القنبيل هذا ما تأثر حتى في جندي، يعني الجنود خرجوا سالمين لا بأس عليهم. الطائرات تقنبل في الواد نتاع بني فضالة من هنا، حنايا قلنا من سنتوف اتجهنا بحيرات الجزريو على واد بني فضالة من هنا قطعنا الفقالة. لحقنا مع المغرب كمدينة فوقالة هذه نقلتها مواليها نقلتها من فرنسا قعدت ما فيهاش السكان نعملوها نستعملوها حنا ساعة الجيش يكمدي فيها يبات فيها كونا الحراسة تاع الكتيبة الفم يا سيدي مرحم والدين وبتنا Thank you.
شويه الخمسه ونص سته تاع الصباح يعني نحسوا بالزف نتاع العدو ياسر، ولكن الشوه ما شفنا حتى شيء. كي لحقت جوايه الستة وربع ستة وعشرين على كل حال نشوف الطريق، أنا نعرف الأرض نشوف الطريق، نشوف الكماين جايين تجهيل لهذه الجهة هذه. ثم قلنا للمسؤول نتاعنا يقولوا له مسعود من توتا ابعث للمسؤول الكتيبة باللي راهو العدو جاي. خرجت الكتيبة سبقنا لها احنا الاتجاه اللي جات هي، مشينا معاهم مشينا حوالي 7 كيلومتر. طلع النهار احنا عندنا بلاصه معينه باش نخرجوا عليها نتمنعوا من السلك. ثم مسؤول الكتيبه البطل احمد جدرمي احمد الجدرمي مسؤول الكتيبه الثالثه من الفلق الرابع اللي جات من حيدوسة، واسمه الحقيقي في مرزوق احمد اللي زاد في تيزي وزو، التحق بصفوف جيش التحرير في افريل 1957. كيفاش التحق في احمد جدرمي بصفوف جيش التحرير؟ كان جدرمي عند الاستعمار في القصرنة نتاع سريانة، عمل لنا مخطط الدخول والهجوم على الكازرنة، وقام بالهجوم في يوم 4 أفريل على 12 نتاع الليل، الملازم الأول في محمد حجار ومعه فرقة من جنود جيش التحرير. أول ما دخلنا على الباب هذا كما راني دخلت درك، ودخلنا على الباب هذا الثاني، ودخلنا لهنا الداخل، وجدنا سي احمد ينتظر فينا لهنا. رانا دخلنا لهنا الجدرميه، كانوا اللي صبناهم راقدين واللي صبناهم مازالوا ماهمش راقدين. رانا قضينا عليهم وسحبنا معنا سي احمد الجدرمي وخذينا جميع الاسلحه نتاعهم بما فيها مدفع رصاص من عيار 24-29، وكذلك الاسلحه نتاعهم الخفيفه وصنادق نتاع المينيسيون، وكذلك صنادق نتاع القنابل اليدوية نتاع الجرونات. وهذه العملية هذه تمت في ظرف ساعة. بعد أن تعرفنا على شخصية البطل مرزوق أحمد المعروف باسم أحمد الجدرمي، نعود من جديد إلى تحركات الكتيبة الثالثة بعد خروجها من فوغالة، حيث حاصرتها قوات العدو من كل جانب. ففي تلك اللحظة كيف كان موقف البطل أحمد الجدرمي من هذا الحصار؟ اتخذ موقف وطلب مثلا المسؤولين الفرق وقال لهم ما علينا غير نصطاليو وما عندناش وين نروحوا، ورانا صطالينا في بلاصة محتمة علينا، ما هيش بلاصة نتاع معركة لكن محتمة علينا صطالينا فيها. الاستعمار جاب آلاف من القوات نتاعو، بدأ يحط بالكوبتيرات في فوغالة في راس تعنان على بلقو، الكماين والإشارات جاو داخلين من على واد بوسلام، زاد لحق حط بالطيارات بالكوبتيرات على الجهاد اللي منا، ومن ثم وصل بدا يحتاج في خاطره باللي راه وكا يحاصرنا. رغم ذلك والقوات نتاعو احنا ما دهشناش وما حسبناهاش خلاص امامنا. واش كنا في هذاك الوقت؟ 170 جندي. بصح كنا مسلحين بالايمان. كل مسؤول الفرقه قام مع الفرقه نتاعو باش يصطاليها، الفرقه الاولى والثانيه والثالثه. Thank you.
ترانشيات، ورغم يعني فرنسا ضربتنا ما درناش ترانشيات ملاح. كاين بعض اللي جا في بلاصه نتاع الطراب دار ترانشي مليح، وكاين بعض جا في روشي يعني ما داش ترانشي على حقه. ثم على كل حال كي بدات فرنسا باش تفنصي علينا المسؤولين الفرق، على كل حال اعطى لهم لومو باش الجيش ما يضربش، الجيش الفرنساوي يلحق يقرب مليح ما يضربوهش بعيد. وعلاش هذا؟ يعني في هذاك الوقت التخطيط نتاع جيش التحرير باش ما يضربوناش بالطيارات ولا التيري لا خيره، يكون العسكر جاي على كل حال مع واحد الجنبي هكذا ما ينجمش يولي لورا، يولي لورا يموت يقدم يموت لانه واجه في هبطه. جهاد في سبيل الله.
كامله من الصباح لليل، ما قدروش يضربونا اي بالطياره وبال مثلا بالاشاره او بالالتيري. كاينين الاشارات موجودين وعبروا باش كان اشاره داسو، حنا نقولوا له الاشاره على سو كانوا زوج تاع سناسل، حنا نقولوا لهم هكذا باللغه تاعنا في هذاك الوقت، كان باش يخرج على واحد الواد فيه الماء، ولكن الاشاره الاول غمق والثاني عقابه. كان البطل احمد الجدرمي عندنا بازوكا تاع الانجليز، نقولوا لها بازوكا تاع الانجليز، كان صالها على شارب الواد باش كي يقطعوا يضربهم. لكن كاين يعني بعض من الناس ما حبوش يخليوا الاشارات هذوك يقطعوا. كيفاش ما حبوش يخليهم يقطعوا؟ لان الاشاره الاول حاصل، وكاين السالي كان يحس يهز في الحطب وباش يكالي الاشارات هذوك باش يخرج من الواد. لكن المجاهدين كانوا يضربوا في الاشار، كي يشوفوا السالي كان جاب الوسم يضربوا الاشار، منين تسنيالي النار هكذا في جنب الاشار، هذوك المجاهدين هذوك السالي كان يهربوا ويخليوا ما كاليوش مثلا هذوك الاشارات باش يخرجوا عندنا. فهذا الشيء اللي خلى يعني بيننا وبين فرنسا، اللي ما ضربش بالسلاح الثقيل، وكانوا يعني كاين جيش ماهوش بعيد علينا، كاين على الغرب وكاين على الشرق، لكن ما سمعوش مثلا باللي كاينه معركه، يعرفوا باللي كاين تطويق، لكن كعاد ما كاش فيه الالتيري وما كاش الضرب تاع طيارات، ما يعلموش باللي كاينه معركه. المعلومات اللي عندي ان المجاهدين تاع الكتيبه الثالثه قتلوا ضابط فرنساوي في المعركه هذه، كيفاش قتلتوه؟ كان البطل الشهيد عيسى جبلة، احنا نسميو له سحا سحا في وسط الكتيبه. كنا اللي هنا نستناو في المعركة الوقت اللي قامت المعركة، جات القوات من عين توتا في هذا الجبل هذا نتاع فوغالة، المسمي فوغالة، ما كاين الكوبتر هزا ضابط حطاته هنا قدام الكتيبة. كان عيسى سحا سحا كان كشفوا باللي احنا حسب في المعارك نتاعنا دائما واحد كي يهبط من سياره يعني من الكوبتر نقولوا هذا ضابط كبير، ولا كان يتبع فيه هو قريب يوصلوا دار بالوظفه وقالوا اليوم نعبيك. واستعملت في هذا القتال العنيف مختلف الأسلحة الفردية وحتى السلاح الأبيض، فكانت هذه المرحلة الجديدة من القتال فرصة للمجاهدين أن أثبتوا جدارتهم في مثل هذه العمليات، وأعطوا العدو دروسا قاسية في البطولة والأقدام. وظلت المعركة متواصلة إلى أن حل ظلام الليل، حيث تمكن المجاهدون من الخروج من دائرة الحصار والانسحاب من المعركة. ويتذكر معظم المجاهدين الذين شاركوا في تلك المعركة، من بينهم المجاهد الحاج الأخضر مسؤول المنطقة الأولى آنذاك، أن خسائر العدو في تلك المعركة يفوق 800 عسكري بين قتيل وجريح. المعركة هذه وش نعتبروها؟ وما هو سر نجاح المعركة نتاع فوغالة؟ على كل حال المعركة كانت يعني معركة يعني لبس بها من ناحية الاجتهاد يعني نتاع الجيش، وجيش التحرير يعني كان دار الواجب اللي عليه، يعني المعركة تسمى لنا بالنجاح، خاطر كان العدو مات كثر يعني قوة عظيمة من مات من العدو. وكذلك يعني الدورية نتاعنا في هذيك الوقت جات بالسلاح، كان السلاح يعني اشتركت مع هاد الكتيبة هذه، ومن بعد يعني هذيك المعركة كان عندها السلاح يعني تاع يعني سلاح عصري لاباس به. والمكتبه الكاتبه هذه راهي دارت يعني اللي عليها، ولكن محتمه باش تدير معركه على خاطر ما مش في مكان تاع باش استراتيجي للحرب، هي كانت ماشيه في الطريق باش يوصلوا السلاح ليا انا باش نفرق هذاك السلاح على المنطقه وين كان يعني الكتائب اللي مخصوصين السلاح كل باش نعطيو لهم السلاح الجديد هذاك اللي جا من الخارج. اذا سر نجاح المعركه هو يكمن في كثره الاسلحه عند الكتيبه. لو كان جاو يعني لو كان ما جاوش محتمين كانوا يديروا اكثر من الشيء هذا، راهم جاو محتمين في بلاصه ماشي
ماشي نتاع الحرب يعني محتمين. لو كان جا مكان استراتيجي، لو كان جا مكان استراتيجي كان يخسر له اكثر من هكا. باش كانت المعنويات نتاع العدو انذاك بعد المعركه هذه كانت يعني منخفضه جدا، وكانت يعني الخسائر نتاع العدو كانت باهظه، ولكن العدو ما عطاش تفصيل يعني كامل على الموتى نتاعو، ما ذكر غير حاجه قليله برك، وحنا معلومات صحيحه. من حاجه اخرى يعني جيش التحرير دائما عنده الاراده نتاعو قويه، والبطل نتاعنا في كل المعارك راهم يبينوا يعني يبرهنوا يعني ينعتوا العدو اللي راهم عندهم قوه اراده ما يبدلها لهم حتى واحد. أما الخسائر في صفوف جيش التحرير فكانت استشهاد 27 مجاهدا، من بينهم القائدان أحمد الجدارمي مسؤول الكتيبة الثالثة ونائبه أحمد تباني وهو من الرعيل الأول لثورة نوفمبر. تلك صورة من آلاف الصور الرائعة التي رسمها أبطال ثورة نوفمبر الخالدون على امتداد سنوات الكفاح المسلح، فأناروا بها طريق الحرية لجيل الاستقلال. من مواليد 1962، لقد كان جيش التحرير الوطني رمز الفداء والتضحية، وذلك لمجابهته أعتى قوة عرفها العالم، وهذا بفضل قوة جدارة المجاهدين والتحامهم مع المناضلين والشعب الجزائري. جيش التحرير الوطني هو محرر البلاد من الاستعمار وقائدها نحو الغد الأفضل. جيش التحرير الوطني صانع المعجزات بفضل تضحياته الخالدة من أجل أن تحيا الجزائر عزيزة مكرمة. وسيبقى هذا الجيش رمزا ومثالا حيا للفداء والتضحية لجميع الشعوب التي تسعى للتحرر. جيش التحرير الوطني لقد صنع شمس الحرية في معارك دامية وسقها بأرواح المليون ونصف المليون شهيد.